كإجراء احترازي، أعلن الجيش الأمريكي منع تحليق أسطول طائراته من نوع V-22 أوسبراي على إثر عدة حوادث مميتة لهذا النوع، كان آخرها في اليابان نهاية نوفمبر الماضي، وتسبب في مقتل 8 عسكريين. وقد أشار الجيش إلى وجود عيب مادي وراء تلك الحوادث، ولكن سببه غير معروف حتى الآن. ما هي أوسبراي؟ هي طائرة عسكرية متعددة المهام، تجمع بين صفات المروحيات والطائرات الحربية ذات المحركات النفاثة، تستخدم عادة في مكافحة الغواصات والبحث والإنقاذ ونقل القوات الخاصة، حيث يصل مداها إلى 1627 كيلومتر، كما تتسلح بمدفع رشاش متعدد الأغراض عيار 7.62 مليمتر، إضافة إلى مدفع آخر من عيار 12.7 مليمتر.